مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. عملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند مستمرة، وخروج 4 منهم بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار لمدة أسبوعين. عشرات القتلى والمفقودون جراء الأمطار في اليابان. قتلى من الأمن التونسي في هجوم إرهابي قرب حدود الجزائر، ومقتل فرد من حزب الله في صعدة، والجيش اليمني يواصل تقدمه. دراسة طبية تظهر أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة من شأنها أن تقاوم تصلب الشرايين وتقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عند الإنسان. دراسة طبية تكشف أن نوم الإنسان بشكل جانبي له منافع صحية كثيرة، بخلاف النوم على الظهر الذي ينذر بمتاعب للنساء الحوامل ومرضى القلب.